الشوربه فين يا مراسي قلبي؟ هو انا اسرع من النار يا حبيبي؟ مستعجل عليا فرقتي. خليك عايز ايه يا وش الفقر؟ المقبره فتحت. بتتكلم جد يا وش السعد؟ مليانه ذهب وقطع وتماثيل وحجر. حلاوتك يا شاشة حلاوتك. ذهب على فين يا فاروق؟ ده مستعجل على ايه؟ اقعد كده اقعد واشرب شربتك وتهنى لحد ما المعلم رجب يجي ويتمن واحنا نروح على التقسيم. قال العقل يا مراسي. الشوربه بقى عشان جوزك هفتان. يا نن عين مراسي هغرف لك يا حبيبي. سون جيت لك اهو قبل ما عدنا كمان هنا اهو بالهنا والشفا يا حبيبي. زميل يا مراسي راح فين؟ مش هقدر اسيب الجماعه لوحدهم لا يغفلونا. قول انت وتعالى يكون رجب الخنكه وسط. مش هقدر اشوفك. سلامة يا فرقتي. الله يسلمك. سيبيني اتفرج على الفيلم بقى. اديني يا ابني. يما اهلا بالمنوس. امي فين يا فرج؟ امك نزلت وسابت لك الشوربه اللي بتحبها. كل وحصلنا. تصدق انا جعان قوي والله. صحيح بقول لك ايه؟ امي عرشت اني اتجوزت وقالت العباره كلها. وانا بصراحه عايز دينا. وما سمعتش كلامها لما قالت لي انزل طلقها. فحاولت الم معاها الحوار. وانا كده كده ما يفرقليش انت كان غرضك ايه لما جوزتها لي ولا هي اصلا قريبتك ولا لا. ما يفرقليش. امين؟ امين يا حبيبي. اشرب الشوربة. مدي تسلم يا فرقتي. انت طيب اوازنهم. ودنيتنا اللي ملهاش مكان للي زيك. سامحيني. زينب
يا ابني يا ابني يا ابني يا درايا يا سلام سلام متخطيش عليك يا درايا عشان خاطري أمي يا زينو أمي يا حبيبي أمي يا حبيب أمك أمي يا قلب أمك أمي يا زينو 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 ما تخطنيش عليك ما تخطنيش عليك يا زينو يا ابني يا ابني يا ابني يا دنايا يا ابني أمي يا قلب أمك أمي يا قلب أمك أمي يا زينو زينو أبدي يا ابني بيدك يا مرحبا انا هعمل فيك كده انا هعمل فيك كده يا زينهم انا جايه معاك يا ابني اه